لانه هو تاريخيا عشيه الثوره تشكلت لجان حمايه الثوره، شرابطات حمايه على الاقل على المستوى المنهجي والفصل المنهجي، وانه ثم التقاء كان ثم جبهه 14 جانفي، وجبهه 14 جانفي هو التقاء عقائدي وفكري وسياسي وايديولوجي لاحزاب تقريبا تلتقي في جبهه اليسار في نهايه الامر، والخط القومي اللي عنده بدائل ايديولوجيه وعقائديه وفكريه قبل ما ثم بعد يعني. هذا اي وكانت اهدافها واضحه، يعني كل هالمجموعه هذه كانت من ضمن اهدافها المجلس التاسيسي وتغيير المشهد ونهايه المشهد القديم ما قبل الثوره للنظام الباد ثم تشكيل هذا المشهد الجديد. لذلك عندما مشاو الناس في مشروع المجلس التاسيسي والخيارات الجديده انتهى وضع لجان حماية الثورة، بعد إذن تشكلت رابطات حماية الثورة. احنا بصرف النظر عن جانب الإشكالي القانوني اللي هو تطرح ثم قضايا، ثم قضية لطفي نقض، ثم قضية 9 أفريل، ثم قضية الصحفيين وما إلى ذلك، ولكن إذا ناقشوا المشكل وين أستاذنا؟ مش الجانب القانوني، شكل هذا مختص فيه القضاء في النهاية، لكن ناقشوا مشكلة هوية هذه الرابطات. عندما نتحدث عن ثورة، الثورة في النهاية هي جملة بدائل اقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية وفكرية. نحن المؤلم أن هذه الرابطات لم نرى لها طروحات في هذا الشأن، مفروض لديها كتابات وعنده نصوص تهبطها للناس، تعمل ندوات فكرية ثقافية غيرها. يعني كل خطاب رابطات حماية الثورة تمركز حول في فترة معينة نداء تونس ثم والباجي قايد سبسي في شخصه، ثم انتقل تدريجيا إلى أحزاب اليسار، ثم انتقل تدريجيا اليوم إلى الرباعي. يعني أنا اليوم تقول مريم أنه هناك موقف ضد الرباعي، علينا نعلم أن الرباعي في نهاية الأمر يسير في فلك توافق حزبي سياسي وطني. كان من المفروض الإدانة إذا مش ندين اليوم الرباعي ندين الأحزاب السياسية اللي بما فيها هي حزب المؤتمر اللي هو حتى مش مشارك في الحوار الوطني ورفضه منذ البداية، ولكن مشى في المسار اللي فرضه الحوار الوطني. ندين النهضة هي بدوره. لماذا ندين الرباعي؟ الرباعي هو طاولة للقاء، الرباعي يعمل كما تعمل مريم الآن جمعتنا، ولكن مش محدد نهائي فيما ننتهي. نحن عند خياراتنا، يعني الرابطة وقع بصرف النظر عن بداية تكوينها وقع تحويل وجهتها في الفعل. أي. ما شفتش الرابطة رابطات حماية الثورة تعمل في اجتماعات جماهيرية وشعبية وتنادي بالحد من, 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 من ارتفاع الأسعار، من وضع البطالة، من تهميش الجهات، من المأزق اللي وقع فيه المجلس التأسيسي. هذا لم نراه في مستوى الشارع. هذا لم نراه في مستوى الشارع. لم تقع رابطات حماية الثورة تعبئة جماهيرية وشعبية في هذا المستوى. كل ما رأينا من رابطات حماية الثورة إلا احتجاجات شعبية أو سياسية ولم تبلغ حتى إلى مستوى شعبي. أنا ما خاف في هذا القرار نفسه أن يكون يدخل بدوره ضمن صفقة معينة، هذا سنأتي عليه إذا كان مازال الموضوع فيما بعد.